المحاضرة الماضية تعرفنا على إيش؟ تعرفنا على بعض الأحماض طبعاً سويناها مقدمة ب اللود استيميشن 5 سنين يعني تخمين الحمل فتجينا الحمل الحراري أو حمل يعني قصدي حمل تبريد أو حمل تسبيح يعني cooling load estimation أو heating load estimation. وسؤالتنا حتى إذا تريد تسوي سيرفي إذا تريد لازم يكون عندك شنو بعض المعلومات المسبقة اللي هي شنو يعني بعض الأشياء اللي المفروض تأخذها بعين الاعتبار مثلها اتجاه البناية موقعها تأثر على الاتجاه الشمس والرياح الموجودة يمك الأسطح العاكسة الموجودة يمك شنو نوع التطبيق مالتك وأبعادها والمواد المبنية منها وما إلى ذلك زين هذا بشكل عام أذني كل الأشياء اللي المفروض فيه المفروض تسبب لك لود يقسمون اللود مثل ما اتفقنا إلى لود خارجي outdoor load اللي الباحة إحنا أو المحاضرة الماضية إحنا أحصيناه كمراجعة سريعة إلى قلنا عندنا حرارة جاية سولر جاية من الجلاس عرفنا شلون نقدر نحسبه شلون نقدر نحسبه هذا من يتذكر القانون طبعا بالمناسبة قانون ما تحفظ كل شيء ما تحفظ غاير كل شيء ما تحفظ جدول يدخل وياك خلي أكتب مثلا هذا القانون كان القانون لا سولر هي جين في مساحة البلاد في فاكتر هذا القانون العنصر الأساسي هذا السولر هي جين من تجيبه منه هذا الجدول يدخل وياه ماشي هذا الجدول يدخل وياه هسه شوف باو هاي العلاقة مال السولر شوف سولر هيت جين هذا الاكسترنال هيت جين هذا السولر هيت جين من تجيبه من جدول معين وين هذا طبعا هو موجود هنا هذه العلاقات وهذا الهيتنج لود هذه الجداول تبدي منها هذه الجداول تحتاجها باستخراج بعض المعلومات والقيم اللي تحتاجهن بحساب الحمل هسه هذا السولر هيت جين موجود وين موجود بهذا شوف 12A سولر اللي طبعا على خط 32 نورث لاتيتيود سولر هيت جين بتشوف هنا هذا الوقت هذا الشهر هذا الوقت زين وهذا الاتجاه تشوف الاتجاه واضح اشتغلنا على ذيك الغرفة شنو اتجاهها اتجاه معين انا طبعا شوية هذا مو واضح جايب لك واحد اوضح بس هذا اقصد بس هذا اللي هو هذا شوية اوضح ماشي هذا السولر هيت جين مثلا على سبيل المثال لا اقول لك يا بحسب اقصى حمل حراري يدخل بغرفة مكان في فلان مكان اتجاهها هيجي فيها شباك في فلان مكان فيها باب في فلان مكان تروح على الشباك تشوف اتجاه شين الشباك احنا هناك شباك مكان واحدنا اثنين واحد شرقي وواحد غربي هذا الشرقي هذا الشرقي تجي هنا من دون طبعا الهالف زي توتال اللي هو هذا من دون هذا الرقم
تشوف أقصى قيمة هناك قد موجودة، تأخذ أعلى رقم. واضح؟ تروح للغربي كذلك، للوز كذلك، تشوف أقصى رقم قد تأخذ، فراح يصير وين مكان هاي القيمة. ماشي؟ ومساحة الزجاجة موجودة عندك، والفاكتر هو قايل لك إياه، الفاكتر أخذه الفاكتر أخذه 1.7 للإطار للإطار الفولاذي الحديث. واضح؟ فإحنا بديش المحاضرة أخذنا السولار هيت جين، أخذنا الترانسميشن اللي يجي من الويندو ومن الدور، بعد أخذنا الترانسميشن اللي يجي من الوول، بعد أخذنا الترانسميشن اللي يجي من البارتيشن، بعد أخذنا الترانسميشن اللي يجي من الروف والفلور. صح ولا مو صح؟ كلها عبارة عن يو في دلتا تي، عفوا يو في الأيرة في دلتا تي، ماكو عبارة قانون. طيب يا عم النتيجة هم تقريبية، النتيجة هم تقريبية مو 100%. صدق وين؟ ليش مو 100%؟ على العموم على العموم على العموم. فهذه الأحمال الخارجية، الأحمال الداخلية. خلينا نجي على الأحمال الداخلية. الأحمال الداخلية أول شيء طبعاً نوابين، يعني أنت مو تقسم لي هذا الحب الخارجي هذا الحب الداخلي هذا الحب الخارجي. أول شيء أنت دني كلهم يا شباب شنو يسوون؟ دني السولر هيت جين والترانسميشن من الويندو والدور والوول والروف والفلور، شنو يسوون؟ من يعرف يسوون؟ زين الإنسان شو يسوي؟ بس لود بفرق شوي. لود الإنسان وشنو؟ هذا شنو؟ شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بس يرفع درجة الحرارة، عفوا بس يرفع درجة الحرارة، لأني يرفع عن فقط درجة الحرارة. واضح؟ يرفع عن فقط درجة الحرارة، بينما أكو أنواع من اللون ترفع درجة الحرارة وبعد عفية والمحتوى الرطوبي. منها الكيو بيرسون، الكيو بيرسون أو بيبل ينقسم إلى قسمين. الكيو بيرسون ينقسم إلى قسمين، شوفوا الكيو بيرسون ينقسم إلى قسمين، اللي هي جين الجاي من البيبل، ينقسم إلى سنسبل هيت جين. شلون نكتب؟ نكتب كيو بيرسون سنسبل يساوي عدد الأشخاص في السنسبل هيت جين الجاي من البيرسون في الفاكتور. زين شنو هذا معناه؟ معناه احنا الان عددنا 2 4 6 8 10 12 14 شخص. في كل شخص ايش قد ينقسم تبر هيت جين؟ هاي منين نجيبها؟ على شنو تعتمد؟ هاي ايضا نجيبها من جدول يعتمد على نشاطنا. لو كنا 14 واحد بقاعة رياضية بالعقوبة، مو مثل ما هسه احنا 14 واحد بقاعة رأسي. واضح؟ اكو هيفي وورك، اكو يعني شغل متوسط الجهد، اكو شغل لا لايت. هذا وين موجود؟ هذا موجود بجدول 26. شوف لو تلاحظ جدول
23 هذا 25 شوفوا هذا 26 بي هيت جين جاي من البيبل بي هذا هيت جين جاي من البيبل انت وين قاعد قاعد بمسرح ثياتر لو مثلا تلعب بولينج مثلا لو هابي وورد تسوي فاكتوري زين لو قاعد بمطعم ريستوران لو قاعد بأوفيس بفندق قسم أبارتمنت هذا شنو يخلي الفنسبل مالتك قيمة معينة ولا قيمة معينة شوف لو تلاحظ عوف النشاطات أنا ما هو العلاقة شوف هذا الفنسبل مالت الأول 65 اللتن 30 شوف هذا ها 90 السنسبل او هذا 160 هذا ليش يسوي مثل ما عليه ليش يسوي جهد ليش لان الليتنت ما تعالي شوف ايش مكتوب مودريت دانسينج هو على رقص هذا دا ينطي جهد خلينا نشوف قاعد الله بعد غيره بس هذا هذه هذا هم هذي 170 شوف هذا ضعفه 255 بينطبق لأن أنت من تشتغل شي يصير عافية تريد الطاقة من نواتج الطاقة حرارة جسم يحتاج حرارة يطلعها ويطلع بخار ماء فأنت تطلع بخار ماء شنو أكثر بذل الجهد زين بس هذا جيمناستيك هذا رياضة شوفوا لو تلاحظ بارد 210 315 صار الله حياتي بارد فأنت تجيب السنسبل مالتك مثلا هسه احنا نقدر نعوض أرقام خلينا نعوض أرقام عددنا 18 في ها 14 في السنسبل هيلتين ايش ناخذ يا شباب؟ ها؟ ما بدنا نشوفون هذا السنسبل شوف هذا السنسبل وهذا الليفل ايش ناخذ اول وحده يعني المسرح لا شوف لنا تطبيق لا شوف لنا تطبيق اكثر هذا مسرح بالليل هذا سيتد فيري لايت وورد اللي هو اوفيس هوتل ابارتمنت هذا يعني متوسط الجهد متوسط هذا اوفيس هوتل ابارتمنت زين هذا ديبارتمنت ستور خلي ناخذ يا اما ال 75 يا اما 70 ب 45 قاعدين باوفيس يا اما 75 ب 45 واضح فالدور قريب فالسنسبل مالتنا الجد راح عرضه 70 شنو وحداته هذا؟ واضح شوف الفاكتر انتبه عليه الفاكتر انا ما اريد ارجع لهنا خلي اخذ شوف الفاكتر وين تنتظر هي الجيم اللي جاي من فيبل هذا شوف ايش قايل باوعي ايش قايل ترى بالمناسبة اذا عندك رجال فاكتر واحد اذا عندك نساء الفاكتر ينزل واذا عندك اطفال الفاكتر ينزل هذا معناه شنو كمية السنسبل اللي تطلع من الرجل اكثر من كمية السنسبل تطلع من المرأة والمرأة اكبر من الطفل واضح هذا طبيعي فخلينا احنا ناخذ واحد مع احترام للزميلات ماشي يطلع هذا القيمة هلقد واحد الفيو بيرسن اللي جاي بالليتر ايضا عددنا 14 في 50 شال او 40 45 45 ماشي 45 و في واحد
حسبنا شنو؟ حسبنا شنو؟ حسبنا اللود اللي يجي من البيرسون هذا بالداخل. بعد نعم يعني تقدر تقول يا احنا عددنا 12 في 70 واثنين في 12 في 70 في 1 وعندنا بعد 2 في 70 في 0.8 اذا عندنا بعد اطفال نقول مثلا 2 اطفال 100 في 75 في 0.7 ماشي زين بعد هذا الفيرسون عندنا بعد ممكن يكون عندنا لايف الأضوية اللود اللي يجي من الضوء طبعاً اللود اللي يجي من الضوء شنو سنسبل بس عندك تنتبه عليه حتى تفتهم شنو اللود السنسبل وشنو اللود الليتل بالك يمي بس تعرف لأنه أكو بخار ما سيدخل للحيز يقول أكو ليتل أكو سنسبل تفتهم فأنا كبشر ليه يوم الدين يدلط بخار صح لو صح دلط بخار بالإضافة إلى جسمنا ليمتع حرارة إلا للحية بس الشعاع الشمسي من يدخل شي يسوي بس حرارة إذا إيش يسوي فقط يرفع مستوى درجة الحرارة بمجرد ما تعرف بأنه أكو فد مصدر دا يرفع مستوى الرطوبة شو تقول جيد جدا جيد جدا هسا اللايت ايش بي سنسبل هذا اللايت باو انتبه عليه شويه راح اوضح المكتوب كيو اللي جايه من اللايت شو تساوي مقدرين المصممين بانه كل واحد متر مربع يحتاج تصرف عليه 20 واط ضوء إذا تفهمني يعني الإنارة منو يقول جيب 14 واط ومنو يقول جيب 2 بالك ولاية منو هو اللي يقول قلنا كل واحد متر مربع مساحة كل واحد متر مربع مساحة تصرف عليه 20 واط واضح مساحة جد تعالوا الغرفة هذه تقريبا 5 في 6 خمسة في ستة ونص خمسة ونص في سبعة فقول 35 متر 35 متر ماشي في اللي هو 20 و بالمتر المربع في إيش قد عندك متر مربع مساحته 30 35 متر مربع راح تعرف إيش قد راح تجيب واضية المت لهذه الأرضية واضح راح تطلع لك الواضية هالقد قل لي يا ذراني هاي الغرفة لازم تحط بيها ضوء هالقد واط روح جيب لي 700 واط ووزع في التوزيع جيد واضح شلون عرفت شلون فهذا شنو هذا حمل اللايت اللي موجود بالحي واضح طبعا في شنو في فاكتر هذا الفاكتر اللي هو واحد وربع للضوء اللي هذا نوع واضح يا شباب زين بعد باو هذا النوع الاخر اللي هو الهيت جيت اللي جاي من الاكليرز مرات احنا شفنا نحتاج لكم اي جزء بالغرفه اللي احنا قاعدين فيها مثلا اخذ غرفه مكتبيه بابسط دائره موجوده تقبلها راح تلقى بيها مثلا في الحاسب فيها تلقى بيها مثلا محتمل تلفزيون ثلاجة صغيرة محتمل مروحة تلقى بيها غلاية تلقى بيها مرات مو غلاية تلقى بيها غلاية وتلقى بيها كوفي ميكر صانعة قهوة هذني الأشياء هسه بس هسه مثلا الحاسبة والعافية بس ترفع درجة الحرارة أكو فيو الحاسبة تطلعها بس لما تروح للغلاية ولما تروح للكوفي ميكر أكو بخار ماء ده يتبخر أكو بخار ماء ده يطفي حيز يعني أنت تحط ماء تحط نار
جزء من البخ المي بكسر طلع للحي. لازم شبي لازم بي سنسبل وبي فمرات تقع عليها مرات تطب الغرفة ما فيها أجهزة تطبخها واضح؟ مرات تطب غرفة بيها أجهزة تطلع بخار. هسه نفرض إحنا غرفة مكتبية أو غرفتنا هذه غرفتنا هذه شبيها فيها حاسبة داتا شو بعد وهي صفورة الإلكترونية زين. فالكيو اللي تجي من الابليانس هتكتبها هالشكل مرات مرات تكون فقط سنسبل وهذا شنو عدد الاجهزه في السنسبل هيت جين اللي تجي من الابليانس في الباب ده. مرات لا الكيو بيها سنسبل وبيها شنو بيها ليفل. خلينا نتعرف والله على الاجهزه. شوف هاي الاجهزه من 28 ل 29 هاي شنو اللي تطلع فقط سنسبل. خلينا نشوفها 28 قلنا و 29 هون هاي 27 هذه 28. شوف الهيت جين فاكتور اوف كريتيكال الكتريكال ابيا لان الاجهزه الكهربائيه قايل لك البلندر هذا خلاص هذا كوفي بريور هذا كبير الكوفي بريور هذا الديش ووشر هاي غاسلة الصحون هاي ريفريجريتر هذا فود وورمر هذا مسخن الأطعمة مايكرويف ايس ميكر صانع الكري هذا الميكسر الخالط هاي الثلاجة واضح ده تشوف هذا مش بيه لو تباعه هي جيت بالواط وداوت هاي والهود هسه شوف هذا سنسبل اللي يسوي وهذا الليفت اللي يسوي هذا يا جدول 28 خلينا نشوف 27 قبل هذا 27 مش بيه بس معلم هذا اللي كتبت الموضوع 28 خلينا نشوف 29 29 كبير ايضا شوف هذا غالي اشتغل غالي هل قد بي سنسبل؟ هل قد بي ليفل؟ هذا البويلر هذا مو بويلر هاي الطهر يمكن مكانها مو صحيح زين ايضا هذا ديش ديش ووتر غاسلة الصحون وهاي الاجهزة اللي موجودة عند الاوفن هذا تحديديتيا هذا بلاد كونفرشن شوف هنا هاي الريت او هيت جيت من الاجهزة المكتبية الأجهزة المكتبية شوف لو تلاحظ كمبيوتر ديفايس هذا هسه كارتريجر هذا كوميونيكيشن ترانزميشن هذا وسيلة الاتصال هذا مايكرو كمبيوتر البرنترات هاي أنواع الطابعات هاي الكوبيير الطابع الدسبنسر الكتريكال اكويبمنت هاي المعدات الكهربائية وما إلى ذلك هذن الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة المكتبية اللي أنت بدك حمل ماشي واضح فهذا الأبيع فهذا الأبيع لو تلاحظ الليتن أيضا من جدول 28-29 الأجهزة ممكن يتسبب لك تنسبب وليتن شنو عدد عندي مثلا جهاز الفلاني تجي تطلع قيمة تنسبب من الجدول تعوضها هنا طلع قيمة سنسبل وقيمة مرات اكو غرف يخلون بها الكتريكال الموتور وانت تحتاج تزيل الحرارة الموجودة فيها من هاي الغرفة. شايفين الاجهزة مثلا غرفة اللي يصير فيها الفيترات والنفس وكذا يحطونها تبريد حتى يطلعون الحرارة لا سمع الحرارة يعطل هذا الجهاز فالموتور يخلوها غرف ويصرفون عليها دول فالكيو اللي جاي من الموتور تساوي عددها في الباور مالتها فهذا من نجيبه هذا نجيبه من الجدول 27 نعم 27 هذا الموتور نيم بليت
هذا الباور اللي مستهلكه، تجيب الباور المستهلكه هذا اذا داخل هذا اذا خارج. موتور ان دريفن اكوبمنت لوكيشن اوف موتور ان دريفن اكوبمنت وذ ريسبكت تو كونديشن سبيس اور اير ستريم. زين، فهذا تختار نوع من الانواع حسب الواطيه اللي هو يستهلكها. زين، شوف حتى الفيز مطيفيه تنجر. طبعا هاي الجداول صراحه عندنا جداول عراقيه عن مواصفات العراقيه. نعم، اكو شيء اسمه المدونه العراقيه ارسل لكم اياها. زين، اطلعوا عليها نفس الاليه بالضبط مع تغييرات بسيطه. واضح شنو؟ يعني هنا مثلا هسه اذا اريد نرجع مثلا على الحائط، خلونا نرجع على الحائط، راح تشوف المواصفات يعني بعيده عن التطبيقات اللي احنا نستخدمها. انت عايش بالعراق واكيد شايف البناء شلون وكذا. هذا مو معناها مجرد شوف هسه هذا 19 اي 19 بي، شوف هسه هذا 19 اي قايل لك. شوف ايش قايل لك الديسكريبشن، الوصف مالت الماده اللي نستخدمها. شوف هسه هاي قايل الثيكنس مالتها مثلا زيرو، طبعا هو بي ثيكنس. الدنسيتي مالتها هنجد، الوزن مالتها هنجد. هذا الكي اللي احنا نستخدمه او مقلوب الكي، هذا اللي تحطه بالطبق. واضح؟ مو قلنا دلتا على كي؟ زين؟ سمكة انا مطيك اياه وهذا مقلوب الكي. فش راح تطلع عندك؟ راح تطلع عندك المقاومة الحرارية مال هاي الطبقة. فخلي يكون مثلا من ثلاث طبقات، خلي يكون مثلا من اوفرود جبسن بورد. زين؟ او بلاستر 10، هذا المقاومة مالته. وخلي يكون من اسمنت. شوف هنا هذا الرمل، خلنا نشوف الطابور هذا اللي موجود. ممتاز. شوف هذا 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 هو إذا كنت ماني بهالطريقة قبل الفيديو. بريك شوف هذا كونتري. البريك الطابوق باوضو يا عيب الله. بريك كمان بريك. شوف هسه هذا سيراميك. بريك وين البريك؟ شوف هنا البريك شوف هسه هذا اثبت من طابوق وهذا طابوق. هذا البريك شوفه، هذا البريك كمان بريك. هذا الطابوق الاحتياجي، هذا المقاومة مالته. شوف هذا الطابوق طابوق الواجهة، شوف تغير خواصه. واضح؟ فهاي المواصفات من مقام معين. زين، إذا تحب تكون عندك المواصفة العراقية تطلع عليها. ما يعني؟ احنا وصلنا للباور وطلعنا الهيت جين اللي جاي من الموتور. تقريبا لهنا احنا سوينا، لهنا احنا غطينا الامور اللي تدخل الحي، صح ولا مو صح؟ او اللي تكون موجوده من الاشعه الشمسي اللي داخل للحي مباشره، للحرارة اللي تعطيها الجامعة. شوف هذا الضبط للحرارة اللي تعطيها الجامعة، عفوا اللي تعطيها ترانزيشن. خلي بالك لازم تفرق. طيب، مرة عندي زجاجة ينفذ منها الإشعاع الشمسي، صح لا مو صح؟ هذا عندنا ديما في هذا الحرارة، صح؟ صح؟ مرة
مقاومه تي 1 تي 2 صح لو صح. هذا هو يسموه ترانسميشن، هذا شو يسموه سولار هيت واضح. ولذلك اذا قال ترانسميشن للوندو واضح، كذلك ترانسميشن للدور، كذلك ترانسميشن من الوول الخارجي، كذلك ترانسميشن من الوول البارتيشن هذا الوراي او هذا بعد ترانسميشن من السقف للارضيه بعد بعد خارجي بدل يدخل هو بالحقيقه هذا شيء خارجي يدخل لنا بس انا ما مال يحكي. بعد يجي للداخل عندنا ناس عندنا ضوء عندنا اجهزه واضح، محتمل نريد نفرغ غرفة فيها ماطورات أو شيء واضح. باقينا أكو شيء اسمه ventilation تهوية، أنت تجيب هواء من الخارج وتدخله على الحي. هذا شنو معناه؟ مو بس تنسبه ليش؟ لا 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 مو حسب الجهاز، لا انت تجيب هواء خارجي، تجيب هواء خارجي وتدخله للحيز. هذا الهواء الخارجي اللي دخل للحيز في رطوبه لو ما في خلاص. شوف هنا ماكو مصدر رطوبه، ماكو مصدر رطوبه صح. ولكن قلنا في ليزر ليش؟ لان الهواء الخارجي شبيه بيرطب. فالفنتليشن ابتداء بالفنتليشن شنو اللي يهمنا؟ يهمنا نعرف ايش؟ يهمنا نعرف كمية الهواء اللي انت تسوي له فنتليشن. هذا شنو؟ هذا المفروض الفنتليشن. هسه هذا الفنتليشن انت تجيبه بيدك تقول يا بس مرات. طبعا الفنتليشن التهوي على شنو ترتبط؟ ايضا مرتبطه بالنشاط صح لو مو صح. انت من نشاطك قوي وتطلع رطوبه عاليه المفروض شو يجيبوا لك؟ فنتليشن اعلى. انت من تطبيقك مطبخ، من تطبيقك مثلا حمامات، المفروض الفنتليشن اعلى صح لو مو صح. بس من تطبيقك غرفة دراسية، غرفة مكتب كذا، الفنتليشن شبيهة؟ الفنتليشن أقل. زين، أكو شيء آخر إحنا مجبورين عليه، هذا لازم ضروري، الفنتليشن لازم أنت إذا مستشفيات فنتليشن. أكو شيء هسه هذا الفنتليشن أنت لازم تحققه حتى تحقق الراحة. حتى يقعد مرتاح. اكو شيء انت مجبور عليه شنو هو؟ اكو هواء اسمه الهواء المتسرب انفلتريشن. نعم مو افرض بعض الغرفه مسدوده طبعا. حتى في جداول يقول لك عدد المرات اللي تستعمل الماء حتى يقدر لك المتسرب من عندك. شوف هسه الهواء اكو هواء اذا مثلا افرض لو صيف انت تحول حار عادة يدخل من الاماكن العالية والهواء البارد يخرج من الاماكن الدافية. هذا الهواء يخرج لون يطلع هواء حتى ما اقول لك وين دائما نشوفه ودائما نخلي يوضعوا له حلول. محلات بالصيف او الفنادق او المطاعم العاليه او المولات العاليه من تفتح الباب شو تحس؟ بده يطلع الهواء البارد، هذا الهواء المتسرب. هذا طبعا كلش خطر، هذا كلش لود على المنظومه. ولذلك بده يوجدون طرق معينه نعم منظومه طرد مال الهواء. هاي تفيد المن هو هذا منظوم، هذا هاي منظومة الصد الهوائية يخلون في الجهاز بالباب يدفع هواء كأنه يخلق حاجز بلحظة دخولك. بس هذا ترى
إذا كان الفندق 20 طابق هاي في ما تفي جل هذا الهواء. هذه المشكلة طلعت في برج من الأبراج درج وانت تكيف كل هذا البرج فكأنهم مثل صاير عندك عمود هواء بارد عمود هواء بارد بس يصير منفذ. يعني مثلا لو عندنا هاي البناية تخيلها عبارة عن تانكي مي حتى لو بناء ويجي واحد من الأسفل افد مثلا خلينا نقول اي آلة او اي معدل شاكوش كبير كذا يضرب مكان بالاسفل وعوفه هو فارغ وضربه من الاسفل امكانية فشل الحائط بالمرة الاولى اعلى لو بالمرة الثانية اعلى. يعني من بي مي لو من ما بي مي من بي مي ليش؟ هو ضاغط يعني مثلا هو شايل كمية معينة وانت تجي شايله بعد وهو ما شايل وتطي حمل بالتأكيد قابلية على استحمال الحمل بالحالة الثانية من هو فارغ اكثر. فهذا هذا العمود الهواء البارد بس يبقى منفذ يتسرب رأسا. ولذلك يستخدمون بالأشياء الطوابق الباب الدوارة الباب اللي تدفع الهواء اللي وراء ويدخل الزبون. واضح؟ هذا هواء متسرب انفلتريشن يتسرب من البيبان من الشبابيك. ما عندنا بعد فتحة، عندنا فتحة بالغرفة غير الباب والشباك. هذا أيضا لود على الغرفة يكون الحسبة. فالمفروض نعرف كمية الهواء المتسرب من الشق واضح من الباب أو الشباك. فش يقول هسه أنت بتعرف أول كمية outdoor air الهواء الخارج. طبعا ها خلينا ناخذ يلا الانفلتريشن حتى تحسبه لازم تحسب الـ outdoor air اللي جاي منين او المتسرب منين في مكان معين سواء من الويندو او الدور عدد البيبان او الشبابيك في كمية الهواء المتسرب. هذا على شنو يعتمد على اشياء محددة من 21 ل 23. مثلا لو تلاحظ شوف لو تلاحظ هذا الانفلتريشن اللي طبعا هذا اللي جاي يطلع من الشباك والباب. شوف خلينا ناخذ هذا الوسط الشباك جاي يقول لك انت طبعا الكميه هذه ما في فيديو هاي الفيديو اللي انا كاتبه على التطور هاي الفيديو بما باللتر بير سكند لكل وحده لكل متر مربع من الشباك. انت عندك شباك في سمول لو لارج شنو نوعه؟ هنا مقدري لك الهواء المتسرب باللتر على الثانية. خلنا ناخذ سمول وخلنا ناخذ على الشباك بإطار يعني حاطين الإطار الأساسي. فخلنا ناخذ احنا عندنا شباك واحد مثلا في كمية الهواء المتسرب 1.9 لتر بير سكند لكل متر مربع في مساحة الشباك. مساحة شباكنا 100 في 2 مساحة مترين في مترين عدد 100. شو راح يطلع لك؟ راح يطلع لك كمية الهواء المتسرب 100 من هذا الشباك. واضح؟ زين نجي على الدور. هسه هذا الهواء المتسرب من خلينا نسميه ويندو. الهواء المتسرب من الدور عددها في كمية الهواء اللي يخرج بالاحتمال عليها من شوف هذا على الدور. خلينا نشوف البيبان اللي عندك شنو. خلينا ناخذ هاي المود دور اقرب شيء على تطبيقاتنا. زين
عدد استشوفات، عدد الاستخدامات مستخدمة. احنا لا عندنا مستخدمة شوف باوع شلون عليه من 5.4 مسرب ل 33. واضح؟ واضح؟ ايضا لتر ترتفي على المتر المربع. هسه عددها واحد والمتسرب 33.41 باوع وحده باوع متر على سكن بكل متر مربع. هي مساحتها الكل تقريبا 1 في 2 متر مربع باوع. عم ليش قالت الوحده متر مربع؟ هذا المتر مربع يروح وين المتر مربع؟ هذا المتر مربع يروح وين المتر مربع؟ ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا متر في سكن. راح تجمعهم راح يطلع لك الاي او اي التوتال اللي هو جاي من اي او اي للويندو وللدور. ايش طلع عندك؟ طلع عندك اي او اي توتال اوت دور اير. هذا بيطلع منك ويسبب عليه حمل. هاي الام دوت هاي عفوا البي دوت بتسبب لك لود. واضح؟ زين هذا هواء خارج يدخل بمكانه هواء بعد شنو؟ اكو هواء. هذا هواء انت مجبور عليه. اكو هواء لا انت تجيبه حتى تهوي الناس حتى تعطيهم هواء جديد. مثل ما قلنا محاضراتنا السابقه يصير عندك نزل خلق طلع في 20% وجيب 20% فرش. واضح؟ هذا انت مقرره تقول بدلي تبديل الهواء. واكو كل تطبيق الى عدد مرات تبديل الهواء. طبعا ها اكو طريقتين، اكو طريقه بالعدد واكو طريقه طريقه الشق. هذه طريقه الشق من يكون عندك الشبابيك والديفان كبيره تصير فطول الشق يصبح مؤثر. واضح؟ تستخدم هاي المثل طول الشق يعني باور. شوف هذا طول الشق هذا 2 في الطول في العرض. هذا مو تحسبه مو تحسبه تخليه هنا في الفيديو. واضح؟ مو على العدد مو العدد في الفيديو دوبر لا طول الشق في الفيديو. واضح اذا اقول شباب وياك جيد. الفنتليشن هسه احنا شو قلنا لك يا رسول الله؟ انت قبل بتحسب لنا كيوات اشو هسه انت بتحسب كميه هواء. اقول لك بس انطيني مجال اصبر لي خل نحسب كميه الهواء اللي انا مجبور عليها ادخلها من الحيز وبعدين احسب لك ايش اللي سبب لك كيو سنسبل وايش اللي سبب لك كيو ليتر. لان احنا بالحمل شو نريد؟ نريد كميه حراره. تنطيني كميه يا بش قد طب لي حراره. واضح؟ اوكي طب لك هواء هالقد طببت فنتليشن هالقد وطلع عندك هواء متسرب هالقد ما علي انطيني كميه الحراره ايش قد فانطيني مجال خلنا نطلع الفيديو الكمية الهواء اللي دا يدخل أنا مجبور عليه يدخل عليه وبعدين نحسب إيش قد يسوي الكيو. شوف الفنتليشن أيضا عندك طريقتين لحسابه. مرة الفنتليشن بالاعتماد على عدد الأشخاص ومرة الفنتليشن بالاعتماد على المساحة. هسه على عدد الاشخاص تكون مرات المنطقه هاي صغيره قاعه صغيره بها عدد اشخاص اكبر. من يكون المؤثر الاكثر؟ عدد الاشخاص مو المساحه. مرات المساحه تكون كلش كبيره من اللي ياثر اكثر يكون المساحه. ومرات في تطبيقات معينه يجمعون الاثنين يجمعون التاثير خاصه في تطبيقاتنا احنا الزيارات وكذا لان كميه الفنتليشن نحتاجها كلش عاليه فنحتاج شنو؟ نزيد الفنتليشن. واضح؟ يعني انت بنصمم المتر بي 4 وهذا ما يصممون يقولون المتر ما يوقف بي 4 4 اشخاص. اكو ناس صممت المتر يوقفون بي 8 على هالتصميم هذا. بتسمع الرقم لو ما تسمع الرقم المتر المربع ماكسيموم تصميم ناس صممت 4. أنا شفت تصميم معين المتر المربع بـ 8 مو 4 سوي 8 يابا ما يصير ما يوقفون 8 لود يصير عندك كله ما لك علاقة سوي 8 يعني أنت ما شايف اللود اللي عندك
واضح؟ فإذا إذا كان بنحسب الفنتليشن مرة باعوا عليه الفنتليشن اللي جاي منين، خلي نعتبره من البيرسون، شو يساوي عدد الأشخاص الموجودين في كمية الهواء الريكوايرمنت مال كل بيرسون؟ دخل اطلع غسل وتعال مين دخل؟ ما في شيء ثاني الا اخليك تحكي بنايه كامله وبعدين ما تجي تجيب لي صار معقول يعني هذا ايش هذا؟ واضح؟ باو هو ترى احنا كل اللي نسويه بكل بساطه لان القصه واحده واحده تركب على واحده واحده، انت تركب شنو؟ انت الشعاع شنو؟ الحاله شو الدخين؟ الدرو شو الدخين؟ الشخص شو الدخين؟ الجهاز الحاسب شو الدخين؟ النفس شو يحتاج؟ المتدرب شو يحتاج؟ هذني كمعادلات بيدك واحده واحده زين، ومره عليك مرتين كاف، بعدين تقول هذا ياخذ منك وقت، بس مجرد ترى ياخذ وقت ما بي اي شيء، بس انا دا احاول اعطيك افهمك كل نقطه شنو معناها، ايش تعني؟ بعدين تروح برامج السوفت وير صارت كلش كبيره، برامج كلش يعني بيها تبويبات كلش قويه وبيها مواصفات كل شيء، من دون لا تدور جدول ولا كذا، لا بد، فنتليشن، رحت يقول لك شنو التطبيق؟ كم شخص عندك؟ ما ادري شنو؟ نساء رجال من كذا ايش يسمون؟ مساحة المشكلة تنظيف قل هذه مساحة عندي تبويب مساحة عندي على الأشخاص عندي تطبيق اللي قاعد أسويه كذا فندق ما أدري شنو كذا يقول لك لا هذا يعني الهواء الفنتليشن اللي تحتاجه بس هنا احنا هذا الفنتليشن على الأشخاص ايش قد احنا؟ قلنا 14 واحد الريكوايرمنت النفس اللي انت تحتاجه ايش قد؟ من يحدده؟ بالتطبيق هو التطبيق فعاليته هو ايش تسوي؟ نايم قاعد تقرا لا تشتغل وين الجدول 25 هذا الجدول 25 يقول لك بال 25 هذا 24 هذا 25 باور باقوا يعني تبع عليك شراك وين انت قاعد؟ كلاس روم؟ ترى اذا بالكلاس روم البيرسون يحتاج طبعا هذا فن رسم خليك رسم صف رسم هذا بالرسم كل واحد يحتاج خمسة لتر بالسكند لكل شخص ومساحة الكلاس روم تحتاج 0.9 واضح؟ احنا وين قاعدين؟ شوف اكو كلاس روم شوف باو حال الكلاس روم العمر زائد 9 هذا الكلاس روم العمر من 5 ل 8 زين تقريبا ها وين هذا المساحه مو احنا قلنا هسه تعوف هذا الرقم هذا الريكوايرمنت مالت الاريا عوفه روح للريكوايرمنت مالت الفيرسن يعني شنو الريكوايرمنت الحاجه مالت الشغل خلينا نشوف حاجه الشغل باو حاجه الشغل بتروح اشوف شيء كبير رقم كبير ماكو هاي خمسات وين هاي 10 هذا شنو هو دانسينج فلور هذول اللي بدهم جهد بعد رقم عالي هذا العشرة شوفوا هذا هيلثي كلاب ويت روم هاي قاعه الاوزان بعد هاي العشرة هم هاي عشرة شنو هي؟ شوف هذا الجيم هاي غلط هذا المفروض 10 هاي الجيم ماكو هاي صفر هذا غلط هاي المفروض 10 يعني لا هذا كوريدور هذا كوريدور يعني كوريدور شو شكله؟ سوي له بس
خلينا نقول احنا عندنا قاعده دراسيه بلاتفورم اعمارنا فوق ال 9 سنه ماشي. كل شخص ايش يحتاج؟ باور 5 لتر على السكند الكل بيرسون. وهنا عندك عدد البيرسون الاشخاص البيرسون يروح ويا البيرسون ايش يطلع لك؟ حتى هنا ايش يطلع لك؟ شوف هنا طلع لك، هنا طلع لك لتر على سكند، وهنا طلع لك لتر على سكند، هذا عندك لتر على سكند، وهذا عندك لتر على سكند، وهذا عندك لتر على سكند. مرات يكون المؤثر منه، مرات يكون المؤثر منه يا شباب، مرات يكون المؤثر المساحة. فش تكون البيدوت شلون تنحسب؟ بيدوت مو مالت البيرسين، مالت الاريا. مساحة مالت الأرضية في الريكوايرمنت مالت المساحة. مساحة الأرضية هلقد في هلقد في 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 شنو ايضا جدول في الريكوايرمنت مالت الاريا. جدول الريكوايرمنت مالت الاريا من يحددها؟ يحددها الجدول. الريكوايرمنت مالت الاريا مالت الكلاس روم جد كانت بالاي 7.6، فراح يصير هنا مساحتنا خلينا نقول هنا 7 في 5 هاي اللي احنا قاعدين فيها في 0.6 اللتر على لتر على السكن في المتر المربع. هذا متر مربع يروح ويا المتر المربع ايضا راح يطلع المتر في السكن. من هذا الفنتليشن، هذا الفنتليشن والانفلتريشن المتكرر ايش طلعت؟ نقول هذا اذا البيدوت الكليه اللي داخلت للحيز بسبب التهويه اللي انا زايدها للاشخاص وبسبب الهواء المتسرب طلعت لي مجموع هذا زائد هذا ماشي؟ طلعت لك قيمه لتر لكل سكند. هذا اللتر لكل سكند اللي يدخل للحيز مالته بي سنسبل وبي ليتنت شلون تحسبه؟ يا اما تقول هذا تحوله المتر، تحوله الى متر مكعب بالسكند، وتقول الكيو السنسبل يساوي ان دوت سي بي دلتا تي، والكيو ليتنت اللي يسويه ان دوت دلتا دبليو اتش اف جي. مو صحيح هيك نحسب احنا السنسبل والليتنت؟ هسه هذا الام دوت انت ايش عندك؟ عندك فيدو تضربه يعني تسوي هالشكل كثافه الهواء رو معلومه 1.2 في الفيدو الكليه اللي انت جبتها في سي بي مالت الهواء الرطب عندك او سي بي مالت الهواء الجار اللي هي مثلا 1.05 في دلتا تي درجه حراره الجو خلينا ناخذها 50 ناقص 24 درجة حرارة الغرفة. عرفت ايش قد تسبب لك البي دوت؟ الكيو سنسبل؟ صح لو مو صح؟ هاي ماكو هاي مقدمة حتى تطلع الكيو سنسبل مالت الهواء. وهذا ايضا نفس الشيء هو بالبي دوت دلتا دبليو الرطوبة اللي عندك او الرطوبة مالت الجو الخارج ناقص الرطوبة مالت الجو الداخل في الاتش اف جي 2050 واضح؟ او تعوف هلتر في السكن او يعني تشوف انا بفضل هذا تشتغل هو مطيق هنا قانون مطيق هنا قانون هذا هاي الكميه الكليه واضح كميه الهواء شوف شو مسميها الفنتليشن ريت كلها اللي هي جايه منين من الانفلتريشن هذا وهذا منين من الفنتليشن هذا البي فنتليشن سواء كان من اللي يحتاج الفيرسن او اللي يحتاج المساحه او مجموعه وهذا الانفلتريشن المتسرب عندك من الغرفه تجمعهم بهذا القانون تحسب كيو سنسبل وبهذا القانون ايش تحسب؟ تحسب كيو ليتنت واضح؟ خلينا ناخذ غرفه افتراضيه خلينا ناخذ الغرفة الافتراضية بيها
تاخذ صوره للشاشه خلها مفتحه لو ما تحتاج. زين شوف هسه هاي غرفه افتراضيه زين خلي امسح هذا فالغرفه افتراضيه هذه باو علي غرفة افتراضية هذا اتجاه الشمالي مالتها زين خلينا هالشكل تقريبا هذا الاتجاه الشمالي مالتها بيها هنا ثلاث شبابيك زين هذه باب هذا ايضا شي باب واضح؟ حتى هو يقول الفرق الشباب انا احاول ارسم لك هنا بس بعد زين او دايركت اطلب شيء تمثيلي عن هذا زين خلينا هذا الغرفه نحسب اللون مالتها حتى الماكسيمال هذا النور فهذا النور هاي الشبابيك شنو شرقيه مو لولا مو هذا النور لا بس هذا الغرفه هاي شو بتصير هذا الشبابيك هاي شرقيه هذا الشباك غرب ماشي خلينا نحسب الشعاع الشمسي الداخل الشعاع الشمسي ضاع عليه سولا يدين يسار اللي جاي طبعا من الجلاس سولا لند اللي رمون سولا يدين في مساحة الزجاجة في الكلاسة ضاع عليه ايش عندنا؟ عندنا اتجاهين فعندنا سولا يدين جاي مين؟ مليز خلينا ماشي فنروح نجيب السولر هي الثاني اللي جاي من الليست السولر هي الثاني اللي جاي من الليست وانا السولر لا تكتب ضاع عليه لا تكتب ضاع عليه لا تكتب هذا الليست تشوف هنا بالارقام اعظم قيمه خلينا نصمم على الماكس اعظم قيمه اسمع لا مو هذا هذا الهاوس دي كوتالوج هذا جانوري يوم 7 هذا جانوري يوم 8 هذا جانوري يوم 9 يعني 9 1 10 1 11 1 12 1 هذا 7 2 واحد وين احنا بنجيش لا انا مثلا اقول لك صمم على الماكسيمم انت تختار او صمم بالشهر الفلاني دخلنا وين 700 هاي 600 هسه 600 هاي 716 لقطنا 700 هاي 715 اكو اكبر من 700 زين لقفنا 715 وين بلغ اشوفها جاي يوم؟ 804 ها؟ وين لقفت 704؟ 716 8 طبعا هاي وين؟ زين هاي 8 3 اي هذا 4 شوف لاحظ بالصيف بالشرق ما طلعت عندنا اقوى طبعا هذا المكان معين 716 واضح؟ واضح؟ 2016 وحداتها الأهم المفروض تقول لي شنو وحداتها؟ وحداتها هذه شباب وياي 716 شنو؟ 716 واط على المتر المربع مساحة هذه الغرفة أنا مطيق إياها سوري مالت الغرفة صحيح ما مطيق إياها ما مطيق إياها
خلي نفرض يا الغرفة أنا بدأها كيلو ربع شباك ربع نص 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 في مدر شباك كان نص هذا الواحد هذا نص متر في واحد متر يعني نص في واحد متر مربع جيد نص في واحد في ثلاثة متر مربع في خلي نشوف الفاكتر بس انتبه علي في فاكتر خلي نشوف الفاكتر شنو فيلم الفاكتر وين بنشتغل احنا بنشتغل بالسولر الفاكتر 1.7 للستين الاطار الستين هو كان هو الجيد في بس اطار الستين هذا شنو هذا هذا الالمنيوم لو كنت يشتغل بس هو ايه موجود عندنا 1.7 راح يطلع عندك تقدر تبدا حاسبه راح انا راح اشتغل على الاتجاه الثاني ايش عندي بعد الاتجاه كان عندي سولر جاي من الجلاس بالاتجاه الغربي صح لا مو صح تقطنا اسمع الالف واحد بوينت واحد ثمانية اثنين خمسة ثمانية كيلو عافية عافية كيلو كيلو خلي انا اخر روح للغربي اريد نشوف هذا الشباك اريد نشوف هذا الشباك هذا الشباك شلون يشتغل هذا يمكن كان المساحه 300 خلي نشوف الاتجاه الغربي الوست هذا الوست تعالوا وياي يعني. خلي نشوف المفهوم الجديد الوست اقل الشعاع الشمسي في الوست اقل اقل أقل وين رجع لك رجع من الجنة؟ 134 وين؟ وين 134؟ هاي 105 هاي 101 109 وين؟ هاي 130 هاي 130 هاي 134 صحيح بعد 134 شو وقت 134 وقت اسمح لي بال 11 فبراير اكتوبر نوفمبر هذا هم قالتين يا جايين هاي 133 هاي 134 وين جولاي جون جون تمو 11 شلون 11 يوم 11 يوم 11 لا مو يوم 11 يوم 12 يوم 12 ايش قد 134 34 وات على المتر المربع في مساحه الشباك كانت 2 في 2 متر مربع في 1.7 قد يطلع 111 بعد يلي في الواط هاي تريد تطلع ليها بالواط بوينت تسعة كيلو واحد واضح هاي شعرفنا عرفنا ما تشباك لا احنا بنظلم على الماكسيموم صممنا على الماكسيموم صممنا على الماكسيموم هذا بعد باعلك ها لا اوكي كيف تريد تبلش بقى اوكي خلينا نشوف هسه احنا سولار هيت جاي سولار هيت جاي خلص هذا سولار هيت جاي خلصنا خلي نجي على يمين نجي على الترانزميشن يو ترانزميشن اللي جاي من الويندو واللي جاي من الدور تمام لو تمام يساوي يو في الاريا في دلتا
هسه الكيو الترانسميشن اللي جاي من الويندو يساوي خلي نروح نجيب اليو مالته ومساحته ودلتا تي. هسه الدلتا تي خلي نفرض الجو 50 درجة الحرارة برا، درجة الحرارة الجو 25 24 بس هنشوف اليو وينه؟ هنشوف اليو وين؟ بالدور الترانسميشن من الدور والويندو خلينا نشوف جدول 20 خلينا نجيب اليوم مالت الجلاس واليوم مالت طبعا مو الجلاس اليوم مالت الويندو واليوم مالت الدور باو عليه باو عليه باو عليه شوف هذا يطلع لي الترانسميشن كوفيشنت اللي هو اليو اللي وحداته واط على المتر المربع دبليو سنتيغريد. اكو عندنا شباك عمودي اكو عندنا شباك افقي افقي رجال ايش عندنا؟ عندنا سنجل وعندنا دبل وعندنا تربل هذا الاسم فيرتيكال. بس احنا فيرتيكال عندنا هاي خلنا ناخذ دبل خلنا ناخذ سمكه 13 دبل بلاك لو ناخذ سمكه 6 شوف 6 السمك النيز ميقل شو يصير باليو؟ يزيد السمك النيز والبيو شو يصير فيها؟ يقل خلنا ناخذ 6 مليون هذا تنحكي وينتو اليو مالت الكل 3.46 وات على المتر المربع دجري سنتيغريد في باوع عليه كان عندنا نص في واحد في ثلاثة باو عليه باو عليه كذا عليه نص في واحد في ثلاثة هذا شنو؟ زائد عفيف زائد اثنين في اثنين هذا شنو؟ متر مربع هاي حسب مساحة الشبابيك من هنا ومن هنا بعد ما يحتاج احسب اتجاه من ما له دخل الاتجاه صح؟ في درجة الحرارة دلتا تي اللي هي 50 ناقص 24 ديجري سنتيغريد نقدر اكتب الوحدات حتى هذه الديجري سنتيغريد تختصر دائما المربع تختصر راح يطلع لك واط او كيلو واط راح يطلع لك احسب لي اياها خلينا ننتقل الان وياك علما للدور خلينا ننتقل الان وياك للدور الدور خلينا نعتبر الدور مالتنا هاي كانت الدور اكس او هذا مال هذا هاي الدور كانت عليهم على البرة واضح فيعتبروها اكس او يعني معرضه تخيل نعتبر سمكها ها خلنا نعتبر سمكها مثلا 51 مللي ماشي و قسم لي على الف باو عليه وياي اليو مالت 51 تكت اكسبرد 2.61 ايضا و على المتر المربع دجري سنتيغريد مساحة البار اوكي 2 في 1 2 في 1 متر مربع في درجات الحرارة 50 ماينس 24 ايضا هذا متر مربع هذا دجري سنتيغريد هذا يروح وهذا يروح يصبح هو هاي بين القيمة نص 5 3 9 7 كيلو لا قسمها على الف هاي الكيلو قسمها على الف زين حسبنا الويندو وحسبنا الدور هذا المن الترانزميشن خلنا نشوف باو عليه بتباو عليه باو عليه لو لا هو عصب ورقة هذا سنسبل عفوا سولر هيد جين هذا ترانزميشن جاي من الويندو وجاي من الدور باقي خلينا نشوف الترانزميشن اللي يجي من الوال
واللي يجي من البارتيشن لان اكيد الغرفه انت بنيها نعم 35 كيلو وات. الغرفه اللي تتحسب اعمالها او الاشخاصات وهي ما هي كغرفه هيك كل حيطانها معرضه اكيد صح هاي الغرفه صح ولا مو صح؟ صح؟ بس انا اخمن هذا وول وهذا وول هذا بارتيشن وهذا بارتيشن وول ولا هذا شايف لك شباك على غرفه؟ هسه هذا الثالث خلينا نشتغل بالثالث اللي هو كيو ترانزميشن اللي جاي من الوول اليو مالت الوول في الاريا مالت الوول في دلتا تي اكوفيلنت سعيد انا اعطيك دلتا تي اكوفيلنت جاهزه الاريا مالت الحاره تقدر تحسبها خلي انا نحسب اليو مثل ما اتفقنا خلي ناخذه شوف هسه انا هناك ماخذه ركز الاطار ما نسيت فيها خلاص ضع عليك راح اخليه اخر سطر هذا اليو ضع هسه انا ايش فارض متكون من الريح وفارض متكون من جبتن بورد بورد وفارض متكون من السفن هامل هاي الطبقه الاخيره مال البورد هذا وهذا شنو؟ هسه اقول لك هذا وهذا شنو؟ هذا الحائط مثل ما سولفت المحاضره الماضيه فاذا هذا بريك وهذا جبسن بورد وهذا اسمنت اكو بعد طبقه هوائيه هنا مقاومتها واحد على الاتش اوت هذا اكو طبقه داخليه واحد على الاتش اوت واضح؟ هاي مقاومة كونفكشن، هاي مقاومة كونفكشن، هاي مقاومة كونفكشن، هاي كونفكشن، هاي كونفكشن. واضح؟ شلون نحسب اليو مالتنا؟ نحسب اليو عبارة عن بهالطريقة هذه. واضح؟ طبعا انت هاي مساحة الحائط عندك الجانبية. منطيك انا مساحته لو ما منطيك. بس الداخلية نعم؟ الداخلية الداخلية اي اي انا اعطيك سبوكها شقد هو انا اعطيك العاب جاهزه هسه نشوف باع عليك خلينا نحسب عاليات اليو هنا اليو تساوي هذا الاتش ما هو علم كاتب لك انا ملاحظه عليها كاتب لك ترى الـ HO هو الـ Outdoor Heat Transfer Coefficient هنا دور يلوى Outdoor بالسمر تاخذ 17 وهلقت بالوينتر والـ N هو ثابت ما يفوت الثابت احنا نحكي حب الحرارة مال الصيف ماشي؟ حب الحرارة مال الصيف الجيت بالسمر 17 زين مساحة الجد وطاء واحد على 14 في مساحة الحائط ثلاثة ارتفاع في خلينا نعمل خمسة في الجانب ثلاثة ارتفاع في خمسة هذا الحائط الخارجي أو الثلاث شبابيك منها عافية ناقص كشوالي جانا نص في واحد في ثلاثة طبعا انت هذا المساحة دي مجال هذا شنو؟ هذا الواحد على الاتش اوت خلي نروح انا وياك وخلي نضيف الواحد على الاتش اوت هالفد مرة واحد على 8.3 في هاي المساحة واضح؟ نفسها ما في هاي نفسها يعني ده نشتغل على هذا الحال يا شباب باو عليه ده نشتغل على هذا الحال فهنا اكو اتش اوت اللي هو قيمته 1 على 17 في مساحه الحائط فقط
زائد اتش ان ايضا بي 1 على 8.3 في المساحه. ايش باقي؟ باقي مكوناته. وين نروح المكونات؟ خلينا نروح انا في المكونات الجدول 17 الى 19. هذا جدول 17 الى 19. 14 الى 19. شوف هذا 19 قلنا احنا جبتن بورد. هذا جبتن بورد ايش قد منطيك انا السمك؟ قول السمك منطيك اياه 10. ايش منطيك؟ منطيك متر مكعب متر مربع في الجنبل الوار. هذا هو شنو هو المقاومة؟ منطيك اياه المقاومة جاهزة. عادة ايش قد يكون سمك الجزء؟ خلينا ناخذ البريك اول مرة. البريك كمان ايش قد مقاومته؟ طاوع عليه طاوع عليه بس طاوع عليه اليو وحداته شنو؟ هو على المتر المربع. هاي اثمانه على المتر المربع كتبت هو ايش منطيك هنا؟ مقلوبها لو مو مقلوبها؟ صح لو مو صح؟ متر المربع في الدجري سنتيجريد. هاي قلب الدجري سنتيجريد على الواقع. مقلوبها لو ما مقلوبها؟ قولوا لا. اذا هذا شنو هو؟ واحد على يسموها مقاومة البريك، مقاومة الطابور، زائد واحد على مقاومة الجبسون بورد، زائد واحد على مقاومة السمنت. فهسه راح اعوض بمكان هاي القيمة. ايش قد؟ واحد على ايش قد؟ مال الطابور الاعتيادي 0.46 واضح؟ زائد الجبسون بورد راح اعتبره 10. هذا قد مقاومته 0.18 زائد واحد دمروا لي اسمه سمعناه كتابة على السبورة اسمنت 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 هاي كونتريت. لا اسمح لي بس اسمح لي هاي خشب هاي اسمنت هاي هاي سنفورد هاي سنفورد هاي تعرفون الاثنين اخف من الاثنين قد مقاومته 0.8 ماشي 0.8 واضح. المفروض شو يطلع عندك اليو؟ شوف هذا انت مو ذا الجلفة هذا مو مغلوبة سي سي مو مثل مربع في الجلف من علوات تقول له واحد على هاي القيمة مش يطلع لك مش يطلع لك الناتج يطلع لك واحد على المتر المربع ديجري سنتيجريد صح لا مو صح؟ يعني هذا جلفة بس هذا الجلفة هذا مو واحد على السي هو كاتب سي انا اشتريت واحد على الار مقاومة اربط ويا الهيت ترانسفير ريزيستنس لا مو صحيح مو صحيح ترى هذا هاي طالع 57 مو صحيح معامل انتقال مبطل اذا 57 يعني معامل انتقال حراره كلش قوي بالعكس احنا ذهبنا وذهب جوز ذهب حتى شيء ذهب اليوم حتى يقل حتى يقل فعندك انت خطا هاي القيمه هسه انت حسبت اليوم حسبت اليوم عندك فرق في المساحه حسبت اليوم هذا مجموع واحد على هذا زائد واحد على هذا زائد واحد على هذا ما ندري اي جماعة هاي قالت الرقم صحيح في مساحته مثل ما قلنا مساحته شنو هي مساحته اللي هي 3 × 5 ناقص مساحة الشبابيك بيا جدار طبعا 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 تقدر 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 شو تسوي تقدر تحسب سوي كل وور واحد مو مشكله سوي هذا الوور واحد سوي هذا الوور واحد زين هذا الوور واحد وسوي هذا الوور واحد هنا مساحته تطرح تطلع اليو ترى اليو نفسه هو مال هذا الحائط ومال هذا الحائط نفسه ومال حتى البارتيشن راح ناخذه نفسه ماشي هذا اليو اللي راح تحسبه هذا اللي حسبته انا اليو اللي امامك على السبوره مكتوب
زين حسبت نفس المكونات مال هذا الحائط وهذا الحائط وهذا الحائط وهذا صح طلعت عندك تمت جهزته اللي هو جاي منين من مقاومه حمليه اتش ال تو اتش ان ومقاومه مكونات اللي هو طابور وجوس وسمنت ماشي كملته مساحته مساحة طبعا هاي الاريا المفروض هاي الاريا لا انا اغير وجهه نظري هاي الاريا المفروض اريا جاهزه كوبا 5 في 3 هو هذا الجد شنو احداثه يا شباب واحد على شنو احداثه يلا من يقول لي لأ شنو احداثه هذا ايه نعطيك وحدات الراوع وات على المتر المربع في الجنبل ما تحتاج له واحد هذا القانون العام هذا القانون العام المفروض انا منطيك الاتش هو جاهز بشنو وات على المتر المربع في الجنبل المفروض شنو المفروض هي اليو اليو مو وات على المتر المربع في الكلفين او في الدجري سنتيغريد صح لو مو صح صح لو مو صح هذا 17 وهذا ايش قد 0.8 3 صح لو مو صح هاي وحداته شنو ذني هذا وحداته مو عبي متر مربع دجري سنتيغريد على الواط واحد على هذا المقدار شو يصير واضح فهذا القانون ماشي يعني هذا قبل تجمع وياه 17 وتجمع وياه ما هي بوينت 3 كملت هذا طلع الكي طلع لك عفوا طلع لك اليو جاهزه واحد على المتر المربع دجري سنتيغريد صفر عندك يو مال حائط هسه تروح طبق على الحائط مال الجهه الشرقيه والحائط هاي الجهه الشرقيه والحائط مال الجهه الغربيه واضح؟ ها؟ اي استاذ عمر يتاخر عليكم يعني للعشرونيات يلا تتاخر اي هسه 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 نطلع اي ماشي هسه هسه راح نطلع هسه هنا انا ما رايد منك تحسب سطع ولا ارضيه أريد منك بس جدار هذا البارتيشن هذا البارتيشن هذا مات الوول وهذا مات البارتيشن نفس اليو اللي حسبته هذا نفس اليو اللي حسبته اللي هو هذا الضربه في مساحه البارتيشن عندك حائط البارتيشن يا شباب بدون ما تطرح من مساحته هذا بارتيشن هذا كامل وهذا كامل هذا مثلا ثلاثة ارتفاعه خلينا نفرض هذا البارتيشن ثلاثة في لا مو اذا نحكي على ثلاثة في أربعة وهذا ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة في اثنين في دلتا تي في أربعة في طبعا هاي دلتا تي مثل ما اتفقنا دلتا تي كوبلا تعرف هي جاهزة خلينا نخليك اياها بين قوسين 14 دجري سنتيغريد هنا شنو بالبارتيشن بالبارتيشن لا بالبارتيشن كبيرة تي ار ماينس 2 ماينس 9 كذا صح ولا مو صح؟ شو حسبت؟ حسبت الكيو اللي جاي من الحائط نعوف البيرسن يعني هسه هذا شو حسبنا احنا؟ بس الحيطان طلع السقف والارضية يعني انا راح اجيب لك بدروم احاول ما اخليك تحسب كل الاحمال الداخلة اعطيك يعني مثلا خلينا نقول اعطيك روم تحسب لي يعني تحسب لي مثلا جزء من الاحمال واضح؟ جزء من الاحمال ما اعطيك فيها كل شيء بس اريد منك فد هوم وورك غرفتك الان من ترجع منا غرفتك اقعد احسب احمالها باستخدام هاي الجداول ليش؟ هاي شو اسمه اللي عندك شوف اتجاهها موبايلك موجود تقدر تعرف الاتجاه وين على كيفك اقعد شوف شعاع الشمس ايش قد يمك هاي الجداول
شنو قبل غرفتك شنو حتى المنور مكلف زين وعين تريد منه رسم فيديو بسيط رسم بسيط مثل هذا ورقه مثل هاي بيضه رسم بسيط ترسم لي هنا الغرفه اتجاهها وتقول لي شنو بيها كبابي شنو بيها اليبان بيها طبعا بيها شو ترسمها زين وتقول لي هذا السولر عندي ثلاث كبابات اتجاهها هيك كان اللود بيها البيت صمم على الماكسيموم ما شايفني؟ لا احسب لي جدران احسب لي جدران هسه مبدئيا خلينا نتدرب على الجدران احسب لي جدرانك واحسب لي هسه احنا حسبنا اشعاع هاي قدامك اشعاع شمسي كان عندنا اتجاهين وحسبنا اللي يجي من الشباك ومن الدور وحسبنا اللي يجي من الوار ومن البارتيشن انت كمل انت كمل شوف البيرسون اللي عندك شوف الاجهزه اللي عندك كلها نجيب اللود مالتين وحتى اذا تقدر تحسب الفنتليشن والانفلتريشن هم بعد ما شايفني